السلام عليكم ومرحبا بكم ناس الجاز كتجور مع جديد واخبار شباب قبائل انطلاق بيع التذاكر في تذكيرتي ست تذكيرتي روح اللجمة شباب الرياضي بالوزاد وشبيبة القبائل لهب يتفرج المقابلة في السنجوي فعلي اقتناء التذكرة من ست تذكيرتي نعطيكم سمو لاعب شباب بالوزاد ماذا قال على شبيبة القبائل ويجب الفوز على شبيبة القبائل أيضا واحد المناصر أعجبني قال شبيبة اللي تربح اسمو دوك نرجعكم ونحلو مقابلة شباب الوزاد التي اقتربت إن شاء الله لايك الفيديو أبوني في القناة واتركوا لنا التعليق اسمو شكرا كنا مع الضبير مع الصادق قطرت علينا إن شاء الله كنا نستعرض وإن شاء الله ما شكونا وجد اللي ما تجي المباراة القادمة مباراة أمام شبيبة القبائل واش تقدر تقول لنا؟ نقدر نقول أنه ديربي. ترباشياسكو وكلاسيكو مع شبيبة القبائل غني عن التعريف إن شاء الله المباراة هذه كما قلت نركزوا بزاف على حصة الاسترجاع باش نكونوا واجدين المباراة إن شاء الله ودائما لازم نفوز بإذن الله إن شاء الله سالمي. الموسم أنا نشوفوا كاين كلاعب أساسي مقاطع الموسم القادم ماشي في الفارق ماشي الشيء اللي تخيل. وما تغير والو الثقة تاع المدرب اللي كان معنا من قبل واش ما يعرف الامكانيات تاع جميع اللاعبين وما مسيس تاع الجو تاعو كاين في الجوال من قبل هذوك الحاجة اللي خلاتني نلعب ونعاون صحابي في الماتش هذا. حسين سالمي فوز بعد هزيمة أما في الديربي أمام الاتحاد ما تقدرش تقول بلي هذه الانطلاقات تاع تقدر تقول بلي هذه الانطلاقات تاع شباب بالوزداد؟ إن شاء الله كما شفتوا قلت لك المباراة تاع الاتحاد كما قلت في الدقيقة الأخيرة خسارة هذيك أثرت علينا شوية مي هذا الفوز هذا إن شاء الله يبان لنا الجاي كاين نتائج إيجابية إن شاء الله وندخلوش رابطة الطائفية بقوة إن شاء الله. إن شاء الله. هذا ما قاله لاعب شباب الوزاد سالمي بالطبع يجب تحضير لمباراة شباب القبائل وإحنا أيضا بدورنا يجب على شبيبة تحضر جيدا لمقابلة ربما ستكون أصعب وأصعب لأنه شباب الوزاد راهو فاز اليوم على بارادو لي بارادو سنا راهو يلعب كرة نظيفة ولكن شباب الوزاد تمكن من الفوز عليه وجب على شباب القبائل التحضير جيدا لهذه المقابلة الصعبة بعد فوز شباب الوزاد طلع لهم المورال لذلك إن شاء الله يا رب العالمين يكون التحضير جيدا. ثاني امتحان للمدرب روي الميدا وإن شاء الله إن شاء الله هذه المرة جي في الصواب لذلك ما تنساوش يا جماعة دعموا لأنه ملعب 5 جوليا دائما ما يخرج على شباب القبائل الأنصار وجب عليهم الحضور بقوة إن شاء الله حتى إن شاء الله يا رب العالمين يمدوا البلوس لفريقهم ومحبوبهم شبيبة القبائل مربوها إن شاء الله. لايك الفيديو أبوني في القناة واتركوا لنا تعليق ما تنساوش راوسيد حل لذلك الشراء وجب من أنصار أوفياء. سلام خوتي.